صبحكم الله بالخير والرضا والعافية، ونسأل الله أن يحفظكم وين ما كنتوا يا رب العالمين. علينا وعليكم بألف عافية يا رب العالمين، علينا وعليكم بألف عافية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. وصباحكم خير، بسم الله. إخواني الكرام، بالأمس مدير الشراكات لصناع المحتوى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسناب شات نشر ملاحظة وتنويه بأن التوثيق مجاني. يا إخوان، لا تغركم بعض الحسابات وبعض الأرقام تجيكم بالخاص يغروكم بموضوع التوثيق، وأيضا يرسل لكم إثباتات على قولتهم. وهذا الكلام على حسب ما أشار له مدير الشراكات بسناب شات غير صحيح إطلاقا، وإنما التوثيق مجاني. فانتبهوا يا أخوان، على أحد يقع في أو يقع ضحية لمثل هذه الحسابات وهذه الأرقام ويغريه ويقول له ما لازم عدد مشتركين وما لازم تصنع محتوى ومن هذا الكلام. وطبعا حسب ما أشار مدير الشراكات بسناب شات بأن التوثيق مجاني وعبر القنوات الرسمية. هذا ما وجب التنويه له يا اخوان. البارحة صورنا لكم ابو عبد العزيز وهو يجهز المكتب. شوف التجهيز، شوف التغيير اللي سواه، ما شاء الله تبارك الله. وعزوز مبروك مبروك. يا سلام يا سلام، يو شو استوى؟ ترتيبات هي الحينه. ها الحين امشي ها فوق راسي، يقول فوق راسي. نعم، كفو كفو والله كفو. ما شاء الله تبارك الله، هذا التنظيم الجديد. واليوم يابين سعود الحسني ابو علي يفتتح ان شاء الله. وين الشريط؟ الشريط وين؟ وين الشريط؟ بعد في تعديلات؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه التعديلات اللي سواها ابو عبد العزيز. الله يفتح عليه. امين. امين يا رب العالمين، ويفتح علينا ايضا ويفتح عليكم جميعا. ها هناك بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، وش التعديلات وش التضبيط، ما شاء الله. هذا رقم التواصل، ها هذا رقم التواصل، كبشروا تحتاجوه صدقوني. المأذونيات، شو بعد ابو عزوز؟ كل شيء كل شيء. شرطه عمل، وزاره التجاره، صندوق الحمايه الاجتماعيه، اراضي 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 عندكم تقديم طلبات؟ نقدم طلبات. ها تقدموا طلبات؟ ما لا 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 لا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يفتح عليكم يا رب. امين امين، ويزيدكم فضله. امين يا ابو عبد العزيز، تعال تعال صوب، تعال تعال. في خصومات ولا ما في مواطنات؟ والله علي من صوبك انت، طال عمرك اللي من صوبي انا يبشر بالسعد. مره هذا واحد جايب لنا عاد زبون، اكو واحد ها ورا، هذا راعي المكتب يا ريال، هذا عنده طلب خاص، عنده طلب بعد السلام. اقول لك هذا جاي يفكر يبى تصريح، قلت له خلاص الحين ما تصريح. ماشي ايش تصريح؟ ايش